بعت حضرتك بحكم ان انا مواطن مصري ان انا بكره الصبح هتبرع لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، بس ما تسالنيش بكام. لا مش هسالك بكام، بس هجيب لي هجيب لك الشيك، بس توعدني انك ما تطلعوش. يعني انا تقريبا هتبرع بما يعني يساوي تبرع الدكتور حسن عباس حلمي وتبرع البنك الاهلي مع بعض. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طب كويس كده. انا لازم اضيف بقى قبل ما تطلع ان هنعلن ان شاء الله بكره الصبح مع الدكتور الفاضل الدكتور علي جمعة ان جمعية مصر الخير قررت انها تعمل برضو صندوق خاص ان الدكتور علي جمعة عمل فتوى رسمية بان ده يعتبر جزء من الزكاة. من الزكاة. وان شاء الله بكرة هيكون في مؤتمر صحفي على اساس المشاركة مع جمعية مصر الخير. ان شاء الله بكرة يوم تاريخي، جمعية مصر الخير والتبرع بتاعي مع بعض. ايوة. خليني اقول لكم انه جالي في الفاصل اتصال هاتفي من الاستاذ محمد الامين رئيس مجلس اداره قناه السي بي سي، واعلن فيه انه القناه متبرعه بمبلغ مالي، اعتقد انه هيكون مبلغ مالي كويس جدا ولن يتم الاعلان عنه الان، ولكن سيصل الى الشيك بتاعه للمدينه، مجلس امناء المدينه، بالاضافه الى انه محطه السي بي سي قررت ايضا التبرع للمشروع، بتبرع وطني للمشروع بحمله للتبرعات وللمدينه مفتوحه حتى يقول الدكتور زويل ومجلس الامناء كفايه كده، مش محدده المده، وده دعم ومساهمه من السي بي سي في هذا المشروع، بالإضافة إلى أي تجهيزات أو أي متطلبات يحددها مجلس أمناء مدينة زويل، قناة السي بي سي أو محطة السي بي سي هيكون لها الشرف أنها تضع لبنة في مستقبل مصر. يعني نشكر الأستاذ محمد الأمين على هذا، والحقيقة دي يعني حاجة مهمة جدا أن المصريين الوطنيين اللي عايزين بلدهم تتقدم، لأن احنا كان زمان في العصر اللي مضى نقول لازم نشحت ولازم نعمل، وده لا يليق بمصر يعني. فبشكركم وبشكر الأستاذ محمد. احنا مصر كبيرة قوي، ومصر قادرة على بناء وتأسيس والنهوض بالقاعدة العلمية اللي حضرتك اتكلمت عنها، وقادرة على بناء مشاريع أخرى كثيرة. تمام. زي ما عملنا جامعة القاهرة. تمام. في بداية القرن الماضي، وزي ما عملنا المشروعات المهمة في مصر بالجهود الذاتية. ويمكن في سؤال جاءنا أيضا في الفاصل من مشاهدين كثيرين جدا، أباء وشبان وشابات بيقولوا ببساطة جديدة إزاي يقدموا ويدخلوا مدينة زويل أو يدرسوا فيها ويكونوا فعلا ضمن هذا الحلم العصري. احنا ان شاء الله يوم 21 في الشهر ده عندنا اجتماع مجلس امناء في القاهره، هيكون اهم حاجه فيه انه التصور الاكاديمي للجامعه وحاجات اخرى يعني. واول ده ما هيتعمل في تقريبا يناير او فبراير، هنبدا نحط المنظومه للاعلانات وعلى الويب سايت اللي عندنا دلوقتي. احنا عندنا ويب سايت متواضع بس بادئينه اسمه zuelcity.edu.eg، فتقدر تشوف برضو حاجات، لكن هيطلع بقى علي ده البيانات المختلفة انك ازاي تقدم ومين اللي هو يكون عنده الفرصة، وحنعملها بطريقة جديدة شوية يعني، بحيث انها هتكون يعني هيبقى فيها الناس اللي هم متفوقين في الثانوية العامة. وبعدين هيبقى في امتحانات انترنس بيسموها امتحانات، وبعدين هتبقى في كمان حتى لو عندنا الفرصة يعني هيبقى في مقابلات واحد على، عشان لان مش كل حاجة حتى في منظومة التعليم بتاعتنا انك لما بتحصل على درجات عالية ده معناه، او درجات مش عالية قوي ان معناه ان انت يعني مش جينيوس في حاجة معينة. ما هو ده السؤال اللي كنت عايز اقوله لحضرتك، وكتير سألوا برضو من السادة المشاهدين، هل هيكون زي مكتب التنسيق بتاع الثانوية العامة اللي جايب مجموع أكبر هيدخل، ولا في معايير تانية؟ لا، في معايير مختلفة بالمرة، والمعايير ده حتى مش بس المعايير في الدخول، ده بالعكس ده احنا عاملين حاجة انت عارف المانيو اللي هو زي ما تخش كده الريستورانت أو المطعم وانت اللي تنقي، فاحنا عاملين طرق مختلفة
بالذات في التخصصات القويه اللي احنا عاملينها ديت، ان بحيث عايزين انت بفكرك وعشقك لحاجه معينه او شغفك على حاجه معينه تبقى انت اللي بتحدد ربط علم ده مع ربط علم ده. يعني هتحط له منيو يختار. يختار. يعني ممكن يربط علم بعلم. بالظبط كده. لان بقى دلوقتي اصبح حاجه اللي هي في العلوم الحديثه اللي هي مالتي ديسيبلين، يعني اللي هي داخله من اكتر من تخصص. يعني مثلا انا بتعاون بنعمل حاجه مع الدكتور مجدي يعقوب مثلا، فهو مهتم جدا بالخلايا بتاعه القلب نفسها. بس احنا مهتمين بالفيزيكس او الطبيعه بتاعه الخلايا بتاعه القلب، فيحصل التحام يطلع حاجات جديدة العالم ما شافهاش قبل. يعني أنا زي ما درست إعلام كده، لو جيت مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا وجاي أدرس إعلام، ممكن أدرس فرع تاني من العلم مع الإعلام؟ ما يعني هو ده بالظبط المالتي ديسيبلين. هو ده. يعني مثلا الإعلام عموما مثلا ما بيدرس التاريخ العلمي أو الأسلوب العلمي، ده ممكن جدا أنت تدرس إعلام بمعنى إعلام بس في نفس الوقت تتجه إلى منظومة تانية خالص، انك تدرس علم فعلا. عشان لما تقرأ ورقة علمية منشورة في ساينس ولا النيتشر ولا مش عارف ايه، تقدر تتفهمها وليه مهمة او ليه مش مهمة. مش واحد يقول لك مثلا ايه دل طلعوا اكتشفوا كوكب جديد، تروح كاتب اكتشفوا كوكب جديد. لا، لازم تفهم. لازم تفهم وتفهم ابعاده ايه، فمش هيجي ده اللي اذا كنت انت تخش في العالم. رائع. ما بقاش اعلامي زينا كده درس اعلامي. انا ما قلتش. لا، انا اللي بقول. طيب خلينا نروح لشهادة الاستاذ طارق عام، رئيس بنك، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي، ونرجع تاني. مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هو مشروع يمثل بالنسبة لي شخصيا الامل في مستقبل مشرق لبلدي، الحلم اللي كنت احلمه دائما لبلدي في التحديث والتقدم. كنت دائما أغير على بلدي لما أرى بلاد أخرى تتقدم، وأرى مؤسسات كبيرة في العالم أصبحت رؤوس أموالها أكبر من دول بكاملها، وأرى أن بلدي عندها الإمكانيات. وأعتقد أن هذا المشروع يساعدنا أن احنا نستعين بأساليب العلم كي نحقق لشعبنا وأولادنا الحلم والطموح. كلام يعني، ولما عطى الحقيقة هو الدكتور فاروق العقدة كلمات قدام اتحاد البنوك المصرية، يعني تعرف ان فعلا في وطنيين عايزين الحقيقة ان البلد تتقدم. وقال كلمة جميلة جدا طارق عامر، قال انه كان بيغير طبعا لما يشوف التقدم العلمي في العالم ده كله، زي كلنا لما بنسافر برا او حتى نشوف هنا في التلفزيون او نقرأ نقول ليه مصر مش كده. يا استاذ مجدي، بلاش كوريا الجنوبية. أنا زرت، أنا عندي 5 من طلابي دلوقتي هم أساتذة في تايوان. تايوان. وهم أساتذة، فيعني قرروا يكرموني مش عارف إيه. فأنا سافرت تايوان قبلها بس من 7 سنين أو حاجة زي كانت كل صناعات تايوان في هذا الوقت، القمصان، اسمح لي، حاجات البحر مش عارف إيه، الفيديو، الكاسيتس، واخد بالك. انا بس 7 سنين رجعت تاني، داخلين في اكبر صناعات الدواء، الجينز، بيشتغل حاجات. ادي تايوان. يعني هل احنا هنقل عن تايوان او كوريا الجنوبيه؟ تقريبا تعدادنا ماليزيا، بس زحفت زحف رهيب جدا. انت عارف ان كوريا الجنوبيه دلوقتي اقتصادها من اعلى 8 اقتصاديات في العالم. يعني مش ممكن. يعني هل احنا سنوات قليل. ما هو ده بيغرنا دكتور لنقطه مهمه جدا، وحضرتك يعني اكتسبت الفيمتو ثانيه، وعشان كده دايما مواعيدنا بتحسبها لي بالفيمتو ثانيه. انا عايز اسال حضرتك، في ناس كتير في مصر بتقول يا جماعه، ومن النخبة أيضا، علشان مصر دي تقوم محتاجة 50 ولا 100 سنة. هل ده حقيقي في ضوء التجارب اللي حضرتك شفتها وفي ضوء حلمك اللي موجود هنا دلوقتي واللي احنا قاعدين فيه؟ ده كلام بتاع، انت عارف كان ده دايما يتقال لي في النظام السابق، وان احنا بلد فقيرة
وانا فاكر مره قاعد مع وزير رئيس وزراء سابق وقال لي طب ما يا دكتور ما نكلم الاي بي ام وتدينا شويه كمبيوترز ونبدا بالطريقه دي. قلت له انا قاعد مع رئيس وزراء مصر يعني ده مصر 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 يعني. فالفكره الكلام ان فقيره وانه هتاخد 50 سنة ده كلام تعجيز للشعب المصري، والشعب المصري ما يستاهلش ده كده على بصراحه. الشعب المصري ما يستاهلش ده. الشعب المصري عنده الطاقات البشريه الممتازه. مصر عندها اكبر من 40% من طاقتها ولا اكتر من الشباب. شباب عندك طاقه بشريه رهيبه، عندك طاقه حتى ماليه كبيره جدا في مصر، هي بس مخزونه ومش مش مش يعني ما فيش توظيف لها صح لحد الوقت. فاللي يقول لي هذا الكلام كلام مش مظبوط. ليه؟ بدليل كل الدول ديت النمور السبعة دي ولا مش عارف ايه اللي تقدم. الصين اللي كل ما واحد يكلمني هنا يقول لي التعداد، اما كان الرئيس السابق يتكلم يقول لك انتوا بتزيدوا في التعداد ومش عارف وتخلفوا مش عارف. طب ما عندهم واحد وشوية مليار، ازاي تقدموا يعني؟ ده هم استخدموا العنصر بشري بقى عنصر قوة. ما هو ده بقى، هو ده بقى. لانك انت شوف حول حضرتك حاجة، انت ممكن تقعد في احسن مبنى في مصر بما فيهم المبنى اللي انت قاعد فيه بس ما تطلعش حاجه. صح. فالمبنى نفسه ما يطلعش بس العقل البشري يطلعها. فاذا ما كنتش انا اشتغل على تغيير العقل البشري والتفكير البشري عشان يبدع ويطلع احسن ما عنده، مش ممكن ان انت لا بالسجادات الحمراء ولا بالمباني الضخمه ولا صحيح محتاج طبعا امكانيات وطبعا ما تقدرش تعمل حاجه لو كنت في الصحراء، لكن مش هي كل حاجه، لابد من اعاده المنظومه الصح عشان تقدر تطلع. عندك ثقه في العقليه المصريه طبعا والاراده المصريه؟ مما لا شك. اكبر دليل يا سيدي، خد المصري حطه بس في المناخ الصح، شوف بيعمل ايه يعني. شوف بيعمل ايه يعني. واحد زي الدكتور غنيم ده، طب ما هو برضو كان في واضح من اصعب ما يمكن وقدر يعمل حاجه، خد نفسه كده في حته في المنصوره كده صغيره وعمل انجاز. وانا عايز اقول لك على حاجه يعني، انت عندك مصريين في الخارج بيقودوا عجله انتاج على المستوى العالمي من كندا لامريكا لاوروبا لكل ده يعني. انت مش بس عندك في الداخل ده، انت عندك في الداخل وعندك في الخارج. للاسف احنا يا اما كنا بنطفشهم يا اما مش عارفين نستفيد بيهم. وفكرة الـ 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 النفي كده، مصري في الخارج كأنه عدو، كأنه هل حضرتك هتستفيد من الخبرات والعقول والأكاديميين المصريين في العالم؟ ده أنا أقول لك هنا؟ أولا أنت اللي شفته اللي هو مجلس الأمناء اللي حضرتك اللي احنا بنسميه الناشونال القومي أو الوطني القومي. لما احنا عندنا مجلس امناء كمان انترناشونال عالمي في 6 حائزين على جائزه نوبل. مجلس امناء المدينه سته نوبل، سته نوبل اقتصاد طب علوم فيزيكس مش عارف طبيعه مش عارف ايه. عندنا رئيس جامعه كالتاك، عندنا الرئيس السابق لجامعه الام اي تي والرئيس الحالي للاكاديميه الهندسه الامريكيه، عندنا رئيس اكبر المؤسسات العلميه والتعليميه كلها في الصين. الله. لا عندنا وعندنا وعندنا عندك مصري. اثنين بورد يعني، اثنين هما الاثنين الحقيقة أنا يعني مدمجين، بس في اللي بيعمل الشغل الحقيقة اللي هو كل شهر تقريبا اللي هو موجود اللي موجود لأن هو عارف كل علماء أفاضل. تانيين بقى هنجيبهم مرة في السنة مرتين في السنة إن هما يدونا بقى الاتصالات العالمية وبعض الرؤية العالمية. رائع. مرة تانية ومرة 10 و10 ومرة المليون رقم حساب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في البنوك المصرية كلها ألف ألف. وبعتقد أنه بكرة الصبح والأسبوع ده كله 39 أو 40 بنك مصر هيكونوا مليانين من المواطنين المصريين تبرعات من 50 قرش 50 مليون دولار. وأنا متأكد إن شاء الله أن المشروع ده ومشروعات غيره كتير جداً احنا اللي هنبنيها بايدينا ان شاء الله، واحنا اللي هنبنيها بجهودنا علشان ولادنا يعيشوا حياه افضل مننا، لان مصر تستحق اكبر من كده بكتير. وزي ما قال الدكتور احمد زويل وزي ما كل عقولنا العظيمه بتقول ان مصر اكبر من المصر.